دام قلبك ينبض بالحياة إذن لازم يكون فيه أمل. الشغل عمره ما كان وظيفة وبس. الإنسان لو كسب الدنيا كلها وخسر نفسه يكون خسر كل شيء. يا خسارة الإنسان لما يصير وحش ويريد ياكل اللي حواليه. يا خسارة الإنسان لما يموت بداخله الإنسان ويتخلى عن إنسانيته. بغيت أقول إن الكل مقام مقال، والعاقل هو اللي يعرف متى يحب ومتى يكبح عواطفه ويطلقها في الوقت المناسب. السعادة في الرضا والقناعة يا أبوي، في الحب، في الخير، في الجمال، في التعاون. اللي يمشي ورا شيطانه ويترك طريق الخير اللي كلها خير مسكين. أغرب رحلة في الدنيا هي رحلة الحياة يا راشد، رحلة ما فيها أي اختيار. ننولد وما نكتب تاريخ ميلادنا بإيدينا لأنها عاجزين، ونموت وما نكتب تاريخ وفاتنا لأننا مفقودين. كل ما في المسألة
هو عدم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والعبد المؤمن ما يعترض على مشيئة الله. أنا ما اعترض، بس أنا أتمنى تشوف لأخوي ولدي فرحه ويفرح بيه. زين، زهرة شو ذنبها؟ هو أكيد ما راضي يتزوج عليها علشان خاطر الصداقة اللي بينكم. ليش ما تقولي إنه يحبها؟ حب؟ أي حب هذا؟ الحب يا صفية اللي ما في بيت يخلى منه، والزوج والزوجة إذا نسوا سالفة الحب هذه يا ويلهم، يجنوا على أسرتهم وبيتهم. الحب يا صفية معنى جميل. أنت طول عمرك خيالي ورومانسي أكثر من اللازم. مشكورة أحسنتي، كثر الله خيرك. الظاهر أن ثقافتك هذه نسّتك أنك زوجة وأم. بسك بسك راشد، نادر ليش تأخر؟ الحين بيجي، أنت تعرفي وين يروح وين يرتاح. راشد كلمني مثل ما أكلمك، أنا ما غلطانة لما أكلمك عن أختك اللي منكدة على أخوي حمد، تعاملني كذي؟ وبعدك تقولي إن زهرة منكدة على حمد، وفي الحقيقة كل الحقيقي إنك أنتي منكدة علي حياتي. راشد وبعدين معاك؟ إذا وين فائدة العلم والثقافة؟ هذا أنت سنين طويلة ورا أخوك علشان يتزوج، ليش ما تتزوج؟ ألف مبروك يا نادر. دائما من يوم ما طلعت نتيجة الثانوية العامة وانتو تهنوني وتباركولي، وحتى بعد ما تتخرج من الكلية بنظل نهنيك ونبارك لك. يا نادر انت اكثر من ولد اختي، انت ولدي. وما دام انك مولود على يدينا يا نادر فانت ولدنا. امك اللي هي امك ما كانت تشوفك الا من ليل لليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا علي راشد كيف حالك؟ شلونك يا صفية؟ كيف حالكم؟ كيف أخباركم؟ يا جماعة أنا أكرر التهنئة وألف ألف ألف مبروك على نجاح نادر. الله يبارك فيك يا حمد. معقولة يا نادر؟ أنا معطلة نفسي عن شغلي وانتظرك، وأنت أول ما توصل على طول بيت خالك؟ الله يهديك يا صفية، ترى هو متعود على كذا، لا تلومي. ونحن بعد تعودنا على طبعه هذا، الله يعلم إذا تأخر يوم واحد كيف تكون حالتنا. غريبة، زي ما دامنش تحب الأولاد كذي، على الأقل جيبي لك ولد. صفية! يا ريت لو كانت هالمسألة بإيدي يا صفية. صفية، هذا شيء بإيد الله، وأنا متأكد إنه بإذنه بيعطينا. متى بس يا حمد متى؟ السنين تمر والأرض اللي تثمر ثمرها يكون من أول محصول، والأرض البور. صفية يا حمد، نادر هذا ولدكم، عاش في حضنهم يا صفية أكثر ما عيش في حضنك أنتي. بس مهما كان هذا ولدي أنا. أمه أبويا أرجوكم، أنا حب خالي وزوجة خالي مثلكم تمام. عجبني قلت سوي أختك يا حمد. أنا ياما حذرتك يا صفية، قلتلك بلاها هذه السالفة. بس أنا أتمنى أشوف أولادك يا حمد يا أخوي، حرام تعيش طول عمرك بدون ولد يحمل اسمك. تزوج زهرة 100 مرة تطلب مني أني أتزوج لأنها تريد أن يكون لي ولد، لكن أنا اللي رفضت. لأن لا هي ولا أنا السبب في عدم القدرة على الإنجاب. وأرجوك أرجوك لا تجيبي سيرة هذا الموضوع مرة ثانية على لسانك. كذي يا حمد؟ ايه نعم كذا، حطي لسانك في حلقك وسكتي. ليش تنقصي عليها وعلي حياتنا بهذا الموضوع؟ ليش؟ ليش بيوم فرحتنا بنجاح نادر تسوي كذا؟ ليش؟ مسكينة طول عمرها سهران عليه، طول الوقت تدعي له بالتوفيق والنجاح لأنها تحس بأنه ولدها وهي أمه، فاهمة؟ زين زين خلاص خلاص، يلا يا نادر أنا عندي شغل. أنا بنتظر هني مع خالي وأبوي. زين، وبالمرة نتفق ونسوي عزومة بمناسبة النجاح نعزم فيها المعارف والأصدقاء القدامى والجدد. خلينا نعرف بالأول هو أي كلية يريد يدخلها. أدخل كلية العلوم.
فاطمة. نعم خير. وين ليلى؟ في غرفتها. أنا أريد أعرف أنت إلى متى بتظلي تعاقبيني؟ متى بتسامحيني؟ إلى متى نظراتك وعيونك بيظلوا يحسسوني بالاتهام؟ أنت إيش تريد بالضبط؟ أريد فاطمة. فاطمة ماتت من زمان، ماتت من يوم ما مات أبوها، ماتت من يوم ما أخذت منها كل كلمة حب أنت ما تستاهلها. فاطمة، إلى متى بنظل العيش الماضي؟ أنا اللي علي سويته وصلحت كل شيء. صدقيني أنا تغيرت من زمان. أنا يمكن أكون في يوم من الأيام مثلت عليك دور المحب الولهان، لكن كل شيء بداخلي تغير من يوم ما الله رزقنا بسعيد وليلى يا فاطمة. أتذكر بدليل إنك رفضت تطلقني وطلبت مني أعيش معاك هني في البيت عشان أربي أولادي في نفس الأيام اللي سرقت فيها أبوي ومات. أقول لك من جه سعيد وليلى تغير كل شيء بداخلي يا فاطمة. أنت ما تغير فيك شيء. لا تغيرت، والدليل إني رجعت لك كل شيء، فلوسك، عقاراتك، عماراتك والفلة، كل شيء، كل شيء رجعت لك. أنت مهما رجعت ما تقدر ترجع لي أبوي. أرجوك أرجوك أنت كذي تعذبيني. بترجع تمثل مرة ثانية؟ أنت ما تغيرت يا سالم، الشر بداخلك. أنا عارفتنك زين، أنت غيرت لونه بس، لكن الشر هو هو. فاطمة يا خسارة يا خسارة. أبوي، أمي، إيش فيكم؟ أمك جالسة تحاسبني على الماضي، ما راضي تقتنع أنكم معنا حياتي. يا أبوي يا أمي، إلى متى إلى متى بس تسأليني؟ قبل لا تسأليني أنا سألي أبوش. ما في فايدة، سنين طويلة وأنا أحاول أمحي الماضي من رأسها وبدون فايدة. عايشة في الماضي ومعيشتني فيه ودائما أتذكرني فيه. إيش أسوي يا ليلى؟ إيش أسوي؟ إيش أسوي علشان تصدقني إني تغيرت وإني صرت إنسان جديد من يوم ما جيتوا؟ أبوي، أنا ما عشت ظروف حياتكم اللي راحت علشان أحكم عليها. سمعت منك كلام وسمعت منها كلام، والحقيقة عملة لها وجه واحد. للأسف أنا ما شايفتنا لأنها ضايعة بينكم. الحقيقة اللي لازم تعرفينها أني كنت إنسان أناني وانتهازي. اعتبرت في يوم من الأيام أن الحياة شطارة وانتهاز فرص، لكن بعدين حسيت بخطأي اللي سويته وتب كفرت عن أخطائي وزلات كتير. الله يسامح الإنسان الله، لكن أمك لا. لا أبوي، بس يكفي، أنا ما أريد أعرف شيء، بس خليك دائما الأب الحنون الطيب اللي عرفته. أنا ما أريد أعرف شيء، لكن إلى متى إلى متى بس؟ أنت مثل أمك تماما، لكن أنا ما بخلي سعيد مثلكم أبدا. سعيد يا سعيد يا ولدي. بعد ما رجع من البلد، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إيش قال يسوي هناك بعد؟ أبوي عاجبنك كذي؟ يعني أترك شغلي وأجي وراك؟ خلاص؟ ما حد سقط في الدنيا غيرك علشان تهرب من سقوطه وتقيني؟ أنا عاط عليك إنك تسافر برا علشان ترتاح، أنت اللي رفضت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمي كيفك؟ أوه، أنت بعدك تتذكر؟ إن شاء الله تسلم يا ولدي. يا أبوي أنا مرتاح هني وأريد أجلس أكثر، وبعدين أنا مع جدتي. الظاهر أبوك ما يريدك تعرف حد هنا. الشجرة من غير عروق تموت يا سالم. أمي شالة، أنت تريد تفضحيني؟ فضحك؟
أمي أنا تشتغل على ماكينة خياطة، وأنا اللي عندي كل هذه الثروة الله يديك، وأنت تشتغل على ماكينة خياطة وفي هذا السن. يا أبوي شغل جدتي ما عنا بسيط إلا أنه عظيم. نعم؟ ما تقول فيه معلقة شعرية حضرتك؟ يا ريت كل الناس تسوق مثل جدتي، على الأقل يضيع وقتهم في أشياء مفيدة. الشيء الرادي أن الإنسان يضيع وقته في أشياء ما مفيدة ويطلب الإحسان. الله الله ينور عليك يا ولدي أكثر وأكثر إن شاء الله. زين أطربنا أسمعنا أكثر، ما قاصر إلا تعلمني بعد يا سعيد. يا أبوي أنا ملاحظ ظاهرة مهمة جدا وخطيرة ولا بد لها من حل. الحين كل واحد يريد يتعلم علشان يشتغل في شركات أو وزارات وبس. ما شاء الله ما شاء الله. وانت تريدهم يتعلموا علشان ايش إذن؟ علشان يشتغلوا وعلشان علمهم ينفعهم في حرفتهم. الحين إذا الواحد هجر حرفته وحرفة أجداده، من بيهتم بهذه الحرف؟ من بيشتغل فيها؟ من بيبني؟ من بيعمر؟ احنا متى نتخلص من الاتكالية هذه والاعتماد على الغير؟ والله حاله اسمع كلامه. زين ما دام ان عندك كل هذا الحماس ليش سقط يا فالح؟ سقط لاني محتار بين اللي تريده انت واللي تريده امي واللي اريده انا. لا يا ولدي خلي كلام امك، انت لازم تسوي اللي انا اريده، تمسك معاي الشركة، لازم تخلد اسم سالم ابراهيم. اسمع يا ولدي بحر المقاولات بحر عميق يحتاج لسباح ماهر، انت لازم تعلم السباحة من الحين يا ولدي. يا ابوي رغبة الانسان واقتناعه قبل كل شيء. خلاص ما اريد مناقشة، انت بترجع معي الحين وبتشتغل بالشركة وبتعيد الثانوية بعد. وانت يا امي ايش تريد تقول يا سالم؟ ولدك قال كل اللي كنت اريد اقوله، خليه يعيش حياته، لازم ينفصل عنك وعن افكارك الشينة على الاقل ينفع نفسه ويرضيه. امي ايش هذا الكلام الله يهديك؟ بس انا جيت علشان اقول لك يكفي لحد هنا وخلاص، وري عنك هذا الماكينة. تعالي معي. لا يا سالم لا، امك ما تريد منك شيء، فكر في نفسك وخلي امك لحياتها، انا عمل بوصية ابوك لاخر يوم في حياتي. ما ادري ايش تسوي فيك الدنيا يا ولدي، الدنيا لها احوال. من احوال الاولاد كلهم كذاك، دوخة راس ما تنتهي. أيوة معاك، بس المفروض الأم والأب يكونوا متفقين في التربية، ولو اختلفوا في طريقة التربية الأولاد بالتأكيد بيتأثروا. الأم تتحمل جانب والأب يتحمل جانب الآخر، مثل ما الأم تمثل مركز الحنان لأولادها فالأب في المقابل يمثل مركز الحماية لهم. الأولاد في هذه المرحلة يحتاجوا لطريقة أخرى من المعاملة. عموما لا الشد ينفع ولا أنك ترخي ينفع، المعاملة الوسط هي صحيحة. يلا على الله، تراها محاولات، الواحد يحب يشوف أولاده في حال أحسن من حاله هو نفسه، طبيعة النفس البشرية كذي. وممكن الواحد إذا كان عنده أخطاء هو حاس بيها وعاش بيها يحاول دائما يصححها بأولاده. لكن في النهاية أرجع وأقول كل إناء بما فيه ينضح. لا يعني لا. ليش لا يا هند ليش؟ احنا نعتبر حمد اخ كبير لنا كلنا، هو عازمنا بمناسبة نجاح اولادنا. حمد اكيد بيعزم سالم. انزين وخير ايش فيها يعني؟ انا ممكن اروح. يا هند يا هند انت لازم تنسي، ما في انسان يظل على الخطأ للابد، وما في انسان كل اعماله صح، لكل انسان له هفواته وحسناته يا هند، فهمي. انت تقول هذا الكلام؟ تقول هذا الكلام بعد ما صرت سيف بن صالح المهندس المعروف صاحب مكتب المقاولات؟ للأسف الشغل والنجاح نسيوك أبوي خلاص. كيف ممكن أنسى فضل الإنسان اللي فتح لي بيته وقلبه يا هند؟
واللي اعطاني الفرصه عشان انجح واثبت وجودي، واللي زوجني اغلى شيء عنده بنته. هند انا ما ممكن انساه، ما ممكن. بس انت نسيت ان سالم هو سبب موته. سالم يكون ولد عمش. لا تنسي انه جاء واعتذر وصلح غلطته في حياه ابوش، وابوش كان راضي عنه بعد ما جاء ورجع الفلوس مره ثانيه. يا هند ما عمل هذا الشيء الا علشان يستولي على ثروه فاطمه بنت عبد العزيز عبد الله. حتى مات ابوها بحسرته مثل ما مات ابوي. اذا كنت ناسي السيف انا بعدني بذكر. يا هند كل شيء مقدر ومكتوب. القلب المسامح مطلوب يا هند. ارجوش يا هند ما يصير نورث حقدنا وغلنا لاولادنا. ارجوش. ممكن اسامح اي انسان ما عدا سالم يا سيف. واليوم اللي تتاح لي الفرصه اني انتقم منه تاكد اني ما بتردد. لا يا هند لا. يكفي انك تارك لنا ياخذ الاعمال والصفقات عنك وانت ساكت. كل واحد ياخذ نصيبه يا هند. انت طيب طول عمرك يا سيف. هند تعرفي ايش الفرق اللي بيني وبينك يا هند؟ اني انا بنظر للناس من خلالي انا، احاول اواجه الشر اللي بداخلهم بالخير اللي بداخلي. اما انت يا هند عايشه في اطار فكره واحده، وللاسف الفكره هذه سيطرت عليك يا هند. انت عايشه بالامس، بالماضي اللي ولى وراح ومات. ما بيموت بالنسبه لي. ابوي عايش في نفسي، في داخلي، لا يمكن انسى، وبيظل حتى لو انت نسيت ولا كل الناس نسيوا. يا خسارة. أرجوش بعدي بأفكارك هذه عن ولدي خالد. خليه يعيش الأمل بكرة في المستقبل مو الماضي. أنا مستغرب من نفسيتك العجيبة هذه. أنت كيف ذاكرتي وخذيت الماجستير والدكتوراه وأنت بعدش بأفكارش هذه؟ أرجوك خلاص يا هند خلاص. ما تريدي تجي عزومة راشد وحمد؟ أنا آسف ما عليه، أنت حرة. أنا باخذ ولدي خالد وبلبي الدعوة. كل سنة والجميع بخير إن شاء الله. أنت بخير. وأحب أقول لأولادي مبروكين على النجاح. الله يبارك. ويا ريت لو تسمعوا مني هذه النصيحة. يا ريت يا أولادي أنكم كل سنة تدرسوا أخطاءكم وتحاولوا الابتعاد عنها بقدر الإمكان وما تكرروها في السنوات القادمة. زين؟ إن شاء الله. زين يلا تفضلوا. ليش واقفين؟ تفضلوا يا راشد تفضلي. أمانة يا زهرة قدمي حق الجماعة. تجي لا جماعة في المرة. شكله زين. شعر كبيرة بقى. كذي بيسمع زين. حلو ذا البيت من مسؤولنا. زين واخذ على فرع. ما تجوز من السؤال فكرة. الحقيقة مرهقة شوي. مرهقة ولا ما أقدر من السعري. الحقيقة أنا أول ما جاتني دعوة حمد قلت فرصة نتجاوز الماضي وأشبيانه ونبدأ من جديد. ما عليه كل شيء برجع لطبيعته إن شاء الله. يا سنين كثيرة مرت بدون ما أشوفها. ليش هذا كله؟ السنين كفيلة إنها تنسي كل شيء، لكن في ناس ما راضية تنسى. في الحقيقة أنا مشغولة في الجامعيات النسائية. بصراحة يا أم صفية اسمي مش مشهور في مجال الخدمة الاجتماعية، بس هناك في رجال عندنا ما زالت أفكارهم رجعية، يؤمنوا بالتغيير وينادوا إن المرأة هي نص المجتمع، لكنهم في نفس الوقت يبغيوها تجلس في البيت عشان تربي أولادها وتطبخ وتنظف، يعني كما تقولي عملية تناقض لا غير. بس يا صفية مهما المرأة تعلمت
وحققت من رصيد علمي وعملي، المفروض إنها ما تنسى واجباتها الأساسية اللي هي تربية أولادها ورعاية بيتها. علشان كذي أنت ما تشتغلين. هي كما تقولي مسألة قرار واقتناع، وأنا فضلت إنه يكون كل وقتي عشان تربية أولادي سعيد وليلى. ليلى يلا تأخرنا. مبروك على النجاح مرة ثانية يا خالد. ليلى بنت سالم بن إبراهيم؟ إي نعم. أنتِ ليلى بنت سالم بن إبراهيم صاحب شركة المقاولات المعروف؟ هي أول مرة تقدمي لي بحث صح؟ نعم، وأتمنى إنه نال على إعجابك. للأسف لا. أنا ما أنكر إنه عندك استعداد جيد، لكنش تبعدي عن الموضوع وتدوري في حلقة مفرغة حول الموضوع وبدون ما تدخلي في الجوهر والظهر المضمون. يعني بحثي يا دكتورة؟ لو سمحتي، أنا ما خلصت كلامي حتى تبدي في التعقيب. آسفة يا دكتورة، تفضلي. بالأول اقري كتابي عن كيفية كتابة البحث وبعدين تكتبي. خذي بحثش، تفضلي. أنا ليش عملتها بهذا الشكل؟ هي إيش ذنبها في اللي سواه أبوها؟ أنا ليش دمجت بين عواطفي وشغلي؟ لا لا لا، أنا غلطانة غلطانة. أيوة نعم. إيه إيه نعم. اسمعني، قدم الأوراق للمحكمة بدون تردد. هذا شغل يا أستاذ. اسمعني، أي خلل في شروط العقد اتصرف معاه. يلا مع السلامة. يلا اتعلم كيف تكون رجل أعمال ناجح يا سعيد. الدنيا ما تحب النايم. ايوه اي نعم. لا، ما اريد سيف يسبقني على مقاوله واحده. المهم انها لنا. سوي اللي اقولك عليه وبس. يلا. ليش يا ابوي؟ ليش؟ ايش هو اللي ليش؟ العم سيف صديقك واخوك. اسمع يا سعيد، هذا هو سوق التجاره والمقاولات، كل واحد يريد لنفسه وبس. اذا يا ابوي على هذه الحالة احنا ما نرجع للخلف وما نخطو خطوة واحدة للأمام. لازم نعيش ونترك الفرصة لغيرنا يعيش. تفضلي. طلبتيني يا دكتورة؟ ايوه. ليلى، انا خايفة تكوني زعلتي من توجيهاتي إليش. ما انكر كنت قاسية علي شوية. لابد من القسوة، اقصد لمصلحتش، لاني اريدش تتفوقي، ولولا معرفتي انه عندك استعداد جيد ما كنت طلبتش. خذي هذا الكتاب بفيدش في ابحاثش الجاية، اقري واستوعبي زين. شكرا يا دكتورة. مساء الخير يا امي، اقصد يا دكتورة. تفضلي انت الحين. ها من ليلى؟ اهلا ليلى. اهلين خالد، اشوفك هنا. انا جيت اخذ الوالدة العزيزة معاي البيت. انتو تتعرفوا؟ هذه ليلى بنت العم سالم، صديق ابوي و ولد عمك يا دكتوره. خالد، دكتوره انت تصيري بنت عم ابوي؟ وانت بعد ايش ما تعرفي هذا الشيء؟ خلاص، انا هني استاذتش وبس. مع السلامه. خالد. ها نعم. ما اريدك تيجي هني مره ثانيه، سمعت؟ ليش؟ ايش اللي صار؟ اللي أقول لك إياه وبس. زين زين إن شاء الله. ها ما بتروحي؟ عندي سيارتي
ومرة ثانية لما تخلص محاضراتك من كلية الهندسة على البيت على طول، وهنا ما تيجي، فاهم؟ فاهم فاهم، بس يعني أنا كنت أريد فلوس، تعرف يعني أشياء خاصة، مصاريف. خذ يا خالد. وهو هذا اللي فيه الخطورة لأخلاقه يا دكتورة، لما يكون واحد في سنه معاه مبلغ مثل هذا كيف تريديه يحس بقيمته؟ ها كيف؟ سيف ما له داعي النزاع قدام الولد الحين، وبعدين خالد ياخذ الفلوس عشان مصاريفه. زين عن اذنكم انا بروح اذاكر مع صديقي. عاجبنك كذي؟ اسلوبك هذا هو اللي يخليه يطير من البيت. يا خسار يا خسار، كنت راسم له صورة خيالي اشوفها ما توافق الطبيعة اللي هو فيها الحين. ايش في بس؟ هو الحين في كلية الهندسة وبكره بيصير مهندس مثلك. يا دكتورة يا مربية النشء، لا تجلسي تغلطي نفسك. سيف لا تنسى انه ولدنا الوحيد، لازم نراضيه حتى تمر هذه المرحلة الخطرة. الخطر هو انه نلبي له كل طلباته، منحه كل شيء ممكن يفقد ويضيع كل شيء يا هند. وكل ممنوع مرغوب لعلمك. يعني انت ما بتترك هذا الاسلوب يا سيف؟ مدام ان الولد يذاكر وينجح خلاص، وكل هالكم سنة ويتخرج، انت بس تطمن الله يهديك. هند بالطريقة هذه انت بتخلصي فلوسك عليه. ايوة، علشان كذا انا اريدك تشوف لي ارض للبيع اشتريها علشان استثمر المبلغ اللي عندي بمشروع مناسب. والله زين، على الاقل نلحق على الفلوس الباقي قبل لا يضيعها ندلوعك خالد هذا. سيف وبعدين معاك. هند انا فعلا خايف عليه. هند الدكتورة هند. اقول ابوي ليش هي ماخذة منا موقف؟ ليش هي ما تزورنا؟ انزين ليش نحن ما نروح نزورها؟ بس 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 بس، رواسب قديمة للأسف. علشان كذاب في مقابلتي الأولى لها حسيت وكأنها متحاملة ضدي لسبب أنا ما أعرفه، وكأن المسألة فيها ردة وانتقام. أي انتقام؟ لكن لما طلبتني مرة ثانية حسيت أنها فعلا خايفة علي، لدرجة أنها أعطتني كتابها كهدية علشان أقرأ منه طريقة كتابة البحوث. أبوي 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 مالك؟ ها؟ لا أبدا ما في شيء، ذاكري أنت ذاكري ذاكري. ها كذاك السالفة يعني؟ أكيد هند ما صدقت تكون بنتي عندها، ممكن ترسبها. أكيد هي هذه فرصتها علشان تنتقم مني، بس أنا ما بسكت ما بسكت. معقولة معقولة أنا شكلي تغير بعد كل هذه السنين لدرجة أنك ما تميزيني؟ أنا سالم، سالم ولد إبراهيم ولد عمك. وبعدك جاي لين بيتي بعد هذه السنين؟ على مهلك يا دكتورة على مهلك، أنا ما جاي هنا علشانك أو علشاني، إحنا خلاص كبرنا عندنا اللي أهم من أنفسنا أولادنا. إيش تريد؟ بنتي مالها؟ ليلى عارفة مالها؟ تلميذتك يا هند. ادخل في الموضوع بدون لف ولا دوران. أي لف وأي دوران، هذا كان بالأول. صدقيني صدقيني لو ما سنين كسرت مجاديف الواحد خوفة على أولاده يهد قبال. وهذا بنتي أعز شيء عندي، بنتي اللي أريدها تكون أحسن شيء في العالم كله، أريدها تنجح. نعم تنجح. زين تنجح وانش علي. اريدك تعتنين بها وتتوصين عليها، وانا ترى مستعد لاي خدمه. انا ما اعترف بهذا، ولا هي قالت لك غير هذا الكلام؟ لا هي ما قالت لي اي شيء، حتى هي ما تعرفنا انا جاي هني، لكن في نفس الوقت هي ما تضم علي اي شيء. قالت لي اليوم يعني انك كنتي، وارجو المعذره في هذا الكلام، كنتي قاسي عليها. وانت بتفكيرك الميت الوضيع قلت يمكن تسقطها آجي وأعرض عليها الخدمات. إذا كنتي خمنتي في هذا تكوني فهمتني. يا أستاذ بنتك تذاكر تنجح،
غصب عني وعن أي حد. مجهودها تحصيلها هم طريقها. يمكن هناك شيء أنت ما فكرت فيه ومهم بالنسبة إلي، شرف المهنة. شرف المهنة؟ معذور أنك تتعجب، لأنك ما راعيت هذا الاعتبار من زمان. دست برجولك على الإنسان اللي أنت واقف في بيته الحين واللي تسببت له في أزمة قلبية. أنا ما أدري كيف جاتك الجراءة وجيت لين هنا. تفضل اطلع برا. أنا؟ اتفضل اطلع برا. هند ليش هناك يا هند؟ ليش كل هذه النرفزة؟ ها سالم؟ هذا الآدمي جاي يساومني، وين؟ في البيت اللي تسبب في موت صاحبه. أرجوكم أرجوكم لا تفهموني غلط. أهلا وسهلا، بس المفروض أنك بلغني من أول. يا سيف يا أخوي، أنا ما توقعت أن كل هذا بيصير لأني جيت هنا. قلت ما دام أن أنا نسيت الماضي فأكيد هند بنت عمي أيضا نسيتها. قلت دكتورة وتدرس بنتي، إيش المانع أنها تراعيها وتفيدها؟ يا جماعة الخير يا جماعة، خلونا ننسى اللي كان ونبدأ من جديد. أنت غلطان بتفكيرك وغلط العنوان. أنا اللي عندي قلته وأنت سمعته، ومرة ثانية ما أريد أشوف وجهك هنا. هند؟ لا يا هند، الرجال مهما كان في بيتنا. عموما أنا بروح الحين. هند بعدني أوصيك إنك تعتني ببنتي. مع السلامة. حقير حقير. هند يا هند، ليش كل هذه النرفز الحين؟ أريد أفهم. لما شفت تذكرت أبوي واللي سواه فيه. الماضي كله استرجعته، استرجعته في ثواني كأنه شريط مصور قدام عيوني. طيب اهدي يا هند، ريحي أعصابك، اهدي، استريح استريح يا هند استريح. هند أنا عندي لك خبر بيسعدك كثير. خير؟ خلاص حصلت الأرض اللي بنسوي فيها المشروع يا هند. بهذه السرعة؟ إذا بيكون فندق سياحي. خلاص، وإن شاء الله أنا اللي بسوي تصميمه وبشرف عليه بنفسي. ها راضية يا هند؟ ما أريدك تسمع كلام أبوك أبداً، وما أريدك تمشي على هواه، سامعني؟ يكفي يا أم يكفي يكفي، أسمع منك كلام أسمع منك كلام. ليه أنت مضل على هذه الحالة؟ سعيد يا سعيد، بكرة بتكون أنت وأختك الكرت اللي أرد بيه على أبوكم. أمي ممكن أتكلم معاش بدون ما ترديني؟ تكلمي في أي شيء إلا سالفة أبوش. يا أمي كل إنسان يغلط، وأنا غلطتي الوحيدة إني وافقت أتزوج أبوش، بس أنا أعرف كيف أصلح هذه الغلطة. زين وليش عشتي معك كل هذا العمر؟ أنتي وأخوش السبب، أنا وسعيد. لولا وجودكم في حياتنا كان كل شيء صار على نهج وطريقة أخرى. أبوي طيب ليش ما تشوفي عليه بنظرة ثانية؟ النظرة اللي أنتي تشوفي بيها غير عن النظرة اللي أنا أشوفها. زين والنهاية؟ لما تتزوجي انتي وتطمن على مستقبلش انتي واخوش، في هذيك الساعة اقدر اسوي اللي ما سويته من سنين. قصدش يعني الترك يا ابوي. ما هي الحالة الحين نفس الشيء، عايشين في بيت واحد وكأنكم اغراب. كان المفروض وجودنا من بينكم يقربكم من بعض، ينسيكم، ما يخليكم قاسيين. بيت طويل عريض فيه كل شيء كل شيء إلا الحب والتفاهم، والبيت اللي ما تكون فيه هذه الأشياء يكون خرابة. يكفي إن أحبكم وأعرف كيف أحبكم. يا أمي وين الرحمة وين السماحة؟ فات أوان هذا الكلام يا ليلى. يا أمي أنت ليش تريد تحسسيني إنش قاسية إنش بدون عواطف؟ ليلى أنا أسفة. لا تحاولي تنبشي جرح قديم وتخليه ينزف من جديد. الأمس راح وانتهى، والمهم بكرة انت وأخوش، وبكرة هذا لازم يكون أحسن من اليوم والأمس. أنا ما أقولش كذاك عشان أكرهش وأبوش، لا أنا ما أريدش تكرهيه، لكن في نفس الوقت لا تطلبي مني أني أوده، لأن أنا ما عندي شيء أعطيه وما عندي شيء آخذ. وأرجوش أرجوش يا بنتي لا تجيبي هذه السالفة مرة ثانية.
الو من؟ انا ضحيه من ضحايا ابوش. ايش؟ من يتكلم؟ انا انسان من اللي قسى عليهم ابوش وجار، فهمتي؟ لو سمحت سكر والظاهر انك كلته. لحظه يا شاطره لحظه، ما ممكن اسكر قبل لا ارد لابوش الجميل. اذا كنت تريدي تعرفي حقيقه ابوش، خذي هذا العنوان وروحي له، لخوير 17/1، رقم السكة 2607، رقم المنزل 1917. هناك بتشوفي مفاجأة ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. أي مفاجأة هذه؟ ألو ألو، من اللي كان يتكلم على التليفون؟ ليلى، يا ليلى، ليلى. أمي، إيش هناك؟ خير؟ روح الحق أختك، شوف وين رايحة. روح. ايش اللي جابكم؟ هذه سلوى زوجتي. ليش رحتي؟ ما كان لازم تروحي. ارتحتي الحين لما قلت لهم؟ هو هذا انتقامك مني؟ انا ما سويت شيء غلط، وبدل لا تنظروا علي نظرات الاتهام هذه مثل امكم، سألوا من السبب. انا ما اسأل، ما اسأل، انا بس اسأل عن اللي شفته وعرفته بس. لا، لازم تسألين، لا تخليني المتهم الوحيد وتسوي نفسك القاضي والجلاد. امك هي سبب، جالسة تحاسبني على غلطة مرت عليها سنين وسنين، وبعدين أنا حر في قراراتي. ما دام إني ما سوي شيء غلط ما حد يحاسبني عليها. اللي عاجبنا هذا الكلام كان بيها، واللي ما يعجبه يضرب راسه في الطوفة. سامعين؟ عاجبنك كده؟ عاجبنك؟ ما هي هذه بنتك اللي تخافين عليها؟ واللي مضحي بشبابك كله علشانها؟ ليش تعرضيها لموقف مثل هذا؟ وبعدين ما دام انت تبي تقولي لها، ليش ما قلتي لها من زمان؟ ليش؟ انت عاجبنك اللي يصير يعني؟ في الحقيقة أنا ما عاجبني شيء أبدا. يعني إيش يا ولد؟ أنا أقول لك يعني إيش؟ أنتوا الاثنين شيء واحد. قرأت في كتاب، الكتاب اللي ما امتحنت فيه، ولهذا سقطت.
يعني ايش تريد تقول؟ اقول اذا اختلف الاب والام ضاع الاولاد، وديك الساعه بتعرفوا الباقي. مساء الخير يا ولدي. مساء النور يا عمتي. طر، انا سويت لك عصير عشان تعرف تذاكر. شكرا عمتي. وين خالي حمد؟ ما اشوفه. بقى شوي ارتاح. يا عمتي الله يعلم كم انا اعزكم واحبكم. ونحن بعد، بس امك الله يسامحها دائما تذكرني بعد من جاب، وما تعرف انك عندي بالدنيا كلها. امي وهي وينها؟ دائما مشغوله. يلا تراها دائما مشغوله، من اجتماع لجمعيات النسائيه الى ندوه للاطفال، ومن ترجع تستلمني انا وتطلع الاول والتالي. ارجوش يا عمتي ارجوك لا تزعلي منها. معقوله؟ معقوله ازعل من ام نادر اخت زوجي؟ بعدين هذا شيء انا تعودت عليه من زمان. صحيح كنت اتضايق لكني بعدين انسى. عمتي انا بغيت اسال، يعني انت وخالي حمد تزوجتوا عن طريق عقاب ولا حب؟ نادر ايش هذا الكلام؟ مالك انت وهذه الاشياء؟ انا اقول تخليك في مذاكرتك احسن. أنا بغيت أعرف الحب يجي قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ أنت وين بغيت توصل؟ أريد أعرف. أنت وخالي حمد كيف كان؟ قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ وبعدين في هذه السالفة يا نادر؟ أنا أكلم عمتي المتعلمة المثقفة، ولأنك غريبة مني أنا أتكلم معك. وليش ما تسأل أمك هذه الأسئلة؟ يا عمتي أنت أدرى بالحال، هو يعني أنا أشوفها ولا هي تعطيني أي فرصة لأي مناقشة في أي موضوع؟ ما عليه ما عليه، بس تعال تعال، أنت ليش كنت تسألني كذيك الأسئلة؟ لا يكون ما أدري ما أدري، المهم إني متخربط وبس. وأخرتها ليلى. وبعدين معاش يعني عاقبنا كل اللي صار يا سعيد؟ يا أختي يا ليلى، الظاهر إنك رومانسية كثير. أنت ليش تعتبري هذا اللي صار مفاجأة ليش؟ أصلا هذا شيء عادي ما بين زوج وزوجته، ما في بينهم أي ود وأي تفاهم، وحبل الود بينهم مقطوع من زمان. وهذا اللي قدرت عليه؟ حليلة، السؤال اللي لازم تسأليه، ليش تزوجوا أساسا من الأول؟ ليش؟ وليش ريدوا نور طبايعهم؟ يا سعيد لا تنسى أنك اللي تتكلم عليهم هم أمنا وأبونا. زين، وليش هم نسيوا أو تناسيوا في غمرة خلافاتهم هذه أن احنا أولادهم؟ أنا من رأيي ليلى أني اترك التفكير في هذا الموضوع حتى ما تتعبي وتعذبي نفسك. سعيد نحن ليش ما نحاول نصلح من بينهم؟ يا ليلى أنت الحين باغي تقلعي الشجرة من قدورها. أنا شيء واحد فقط حزين عليه في هذا الدنيا، وللأسف أنك اكتشفته بعد فوات الأوان. اللي هو؟ اللي سقطت يا ليلى، سقطت لأني تركت مشكلتهم سيطر على تفكيري، والحين ندمان على هذا السقوط. النجاح يا ليلى، النجاح هو السلاح الوحيد اللي بنحارب فيه فشلهم. بعدني ما فهمتك. على أقل القليل نعتمد على نفوسنا، نشتغل، نتزوج، نبني بيت فيه ود وحب ما لقينا هنا، بنعوض في أولادنا كل شيء انحرمنا منه في هذا البيت. وهذه هي البداية يا ليلى. وتترك الوضع كما هو عليه. أنت لو ظليت تفكري بهذه الطريقة فالسقوط مضمون لش، وأنا بلحقش السنة الجاية. انسي ليلى انسي. ما أقدر ما أقدر،
حاسه نفسي مخنوقه مخنوقه، ما طايقه هالجو ما طايقه. ليلى انت ايش تفكري؟ يلا يا جماعه العشاء جاهز. يلا قومي قومي، اكيد يوعاني من كثر الكلام والمحاضرات. هذا اللي قدرت تقوله؟ تعرف انا ايش اتمنى يا حمد؟ ايش اتمنى؟ ولو مره واحده اكل من ايد صفيه، يمكن تعرف تطبخ الطبخ الحلو للطبخ زهره. ولا ما تعلمتي الطبخ يا صفيه؟ راشد يكفي. لا ما يكفي، واقول لك قدام اخوك هو يشهد عليك ان اللي انت عليه زاد عن حده. تعرف كم ساعه الحين؟ اوه انا تعبانه وما عندي استعداد للمناقشه. وبعدين ما دام نتاكل من طبيخ اختك، زين ليش زعلان؟ لانه وضع غير طبيعي يا بنت الحلال، وضع غير طبيعي، وانت بنفسك قبل شوي متكلمه عنه. على فكره انا عندي لك مفاجاه، وكنت انتظرك تجي عشان تسمعيها زين زين. خير؟ ايش من المفاجات هذه؟ ايش من المفاجات ها؟ انا قررت انتقل البلد، بمسك فرع الشركه هناك. ايش؟ البلد؟ اي نعم البلد. بعيش وسط الصيادين هناك مع امي وابوي واهلي، بشم هوا البحر، بمسك الليخ مره ثانيه، وبشوف السمك وهو يتلبط في الشبك. يا ريت يا ابوي يا ريت. انا شخصيا من اخذ البكالوريوس بتشوفني هناك اطبق العلم مع العمل. انت بعد؟ طبعا. اذا انا ليش ادرس في كليه العلوم؟ علشان احلم بوظيفه واجلس ورا مكتب؟ لا يا امي لا، انا لازم اخدم وساعد على دفع عجلة الإنتاج. ها صفية بتجي معنا؟ أنا ما سمعت شيء، عن إذنكم. هذه متى بتتخلص من غطرستها بس؟ متى؟ لا لا يا سلام، ما لازم نخلي سيف بن صالح ياخذ هذه المناقصة منا أبدا. زين نقدم أقل عطاء ممكن. بالضبط بالضبط، وبعد ما ترسع عين المناقصة نسوي اللي دائما يصير، لازم نلعب اللعبة بذكاء ونبتعد عن الغشومية. وانت تعرف نظام اللعب زين يا سلمان. تلميذك يا استاذ سالم تلميذك. ها بكم تريد ان نكتب العطاء؟ كيف يعني؟ تعتقد اني غشيم ولا تحاول تستعرض علي باللي عندك من قدرات متواضعة؟ اذا اقول لك لا تتعب نفسك، انا سالم. سلمان لا تخليني افقد ثقتي فيك. خير خير، ليش كل هذا؟ من متى انا اعطي سر لغيري؟ اي سر الله يهديك، اي سر؟ نحن ندخل لعبه مع بعض وانا دائما تحت امرك، ليش زعلان كذي؟ لانك تعرفني زين ومع هذا تحاول تتذاكى. تريد تبيعني لمن يا سلمان؟ ليش تريد تعرف سر العطاء ها؟ من اللي طلبه منك؟ انا؟ لا 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 لا، انا معاك صار لسنين، طول عمرك وانت تشتغل معي وما سالتني هذا السؤال. وما دام اني شكيت فيك اذا ما له داعي وجودك بالمره. يا خساره، بعد كل هذه السنين تشك في اخلاصي لك؟ اشك في نفسي بعد. يا استاذ سالم انا ذراعك اليمين. اقطعه. ليش كل هذا؟ لانك تريد تلعب لعبه الذكاء اللي لعبتها مع الكل. انا في الشغل ما اعرف حد. بس انا لا تجلس بس لي، مر الخزينه وخذ مستحقاتك. يلا كذي زين يا سالم، زين لك يوم يا سالم لك يوم. اكيد سيف بن صالح هو اللي طلب منه يعرف سر المناقصه مني، لكن لا لا يا سيف لا، خلي سلمان ينفعك بعد ما ترسل مناقصة علي أنا وغصب عنك وعنا بعد. لعبة الذكاء لها واحد، هو سالم سالم وبس.